الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمع عام جديد من الأمل وانطلاقة كبيرة نحو مستقبل مشرق بإذن الله، إلى عام من العمل، عام من البناء، عام من الحصاد. وعلمنا ديننا الحنيف أن نتحلى بالأمل وأن نتمسك به مهما أحاطت بنا التحديات أو مهما كانت الصعاب. فكانت البداية مع الحديث عن غزوة بدر، والمسلمون آنذاك قلة مستضعفون، عبر عنها النص القرآني بأنهم كانوا في هذا الوقت من الضعف بمكان وصفه القرآن بالأذلة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مهما اجتمع الناس، نعم، مهما تكالبت الأمم، طالما أننا نعتمد على الله ونأخذ بالأسباب. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أحد وفي غزوة حمراء الأسد، عندما حاولت قريش أن تعود لتستأصل دولة المسلمين بالمدينة، لم ييأس المسلمون رغم ما أصابهم في أحد، وإنما كما ذكر القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طالما أنك لست باغيا ولا معتديا ولا جائرا، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والآية الكبرى في غزوة الأحزاب، عندما جاء الأعداء من كل حدب وصوب، وهو ما صوره القرآن الكريم بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ماذا كان؟ كان الفضل والمنة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. المؤمن ثابت كالجبل، لا يتزحزح إيمانه أبدا ولا تتزحزح ثقته في الله أبدا، حيث يقول سبحانه: ولما المؤمنون الأحزاب لم ينهاروا ولم ييأسوا ولم يجزعوا وإنما ازدادوا ثباتا ويقينا في الله. ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومن يصدق غير الله ورسوله. ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وأي صدق إلى جانب صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآية التي بعدها: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الآية
ليست في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحدهم، إنما هي في المؤمنين إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، مع المؤمنين الصادقين الثابت إيمانهم بالله ورسوله، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.